يا عمرو، ازيك يا عمرو؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ عاملين ايه؟ الحمد تمام لله، الحمد كله لله. تمام. اتفضل، يا شوفي رب معاك. دايما اقدر اكلم الدكتور. بس انا طبعا اتفضل، يا استاذ عمرو، اهلا. خلاص اهلا بحضرتك. اتفضل. انا حلمت، انا جايب عربيه جديده بقالها حوالي 7 شهور. مبروك. حلمت ان انا يعني انا متزوج، بس رحت عند بيت والدتي، هي والدتي عايشه، وركنت العربيه في زي يعني كان في مشكله او حاجه، وركنت العربيه في شارع ضيق جنب البيت عندنا. الشارع ده فعلا موجود، واقف عيني عليها، يعني انا كنت شايف العربيه. فجاه العربيه اختفت، مش موجوده، وقعدت ادور عليها بس ما لقيتهاش. وصاحي يعني مقبوض جدا، هو الحلم ده بقى له اكتر من اسبوع، بس اتكرر معايا برضو حلم، يعني كانت نفس القصه كده من حوالي لازم سنه. تطلع حاجه لله دفع ضرر هذه الرؤيه، لان سرقه السياره من أسوأ الرؤى اللي تتشاف، لان السياره دي تعتبر دنيتك، مسيره حياتك. حد بيحاول يسرقها؟ لا، مش مقصد منها عربيته خالص. لا، حد بيحاول يسرق دنيته؟ حد بيحاول يسرق دنيته ويؤذيه، لان السرقه ظلم، ففي حد بيحاول يظلمك. طلع حاجه لله تعالى بنيه دفع ضرر الرؤيه دي، وصلي ركعتين لله تعالى لدفع ضررها. ان شاء الله وبس، ربنا ان شاء الله يشوفها ربنا معاك وما يحصلش اي حاجه خالص يا عمرو. وحصل نفسك يا جماعه التحصين على فكره من الانس قبل الجن. يعني سرقه العربيه مش حلوه، سيئه للغايه.